ايوه ايوه فهنقول ايه بقى؟ مهم جدا جدا نقول السجاير اللي بيشرب ليه؟ ذا بيست انتي ديبريسنت بالانجليزي، بالعربي افضل ماده مضاده للاكتئاب. ما جاش زيها. يا سلام. نيكوتين. نيكوتين. افضل ماده ما جاش زيها. ليه بقى؟ لانها بتشتغل وقت قصير. فانا يعني سريعه. سريع. لا واخد سيجاره ثلاث ساعات لسه متضايق اخد واحده تاني بقيت كويس ما اخدش. فهي ذا بيست انتي ديبريسنت، احسن دواء للاكتئاب هو السجاير فعلا. طب تعالى نسال نفسنا بقى سؤال، انا حطيتك في ستريس، امتحان تمام، ميتم، حادثه، الناس كلها تلاحظ ان المدخن يروح مزود السجاير. طبعا الستريس بيوطي النيكوتين في الدم. بيوطي النيكوتين، فالمدخن بيعوضه. عايزه عايزه. هو كان خمسة، الاستريس خلاه اتنين، اروح شارب سجاير كتير جدا ارجعه خمسة تاني. تمام، وبعدين بطل بعد كده. ما تسمعش كلامي. فالاستريس انا عياري فالت. الاستريس بيوطي النيكوتين فالعيان بيضعف. طيب ما الاكذوبه الكبيره بقى اللي طلعت هنا؟ اللي يقول لك سجاير لايت. ده بيضحكوا علينا. وهقول لحضرتك بيضحكوا علينا ليه وبيضرونا ليه. انا هرجع النيكوتين الى الرقم اللي كان فيه 6 7 بدل بخمس سجاير ب 10 سجاير. هو النيكوتين واطي في هذه السجاير لايت طبعا، فانا هشرب اكتر عشان احافظ على الرقم اللي في دمي. فده طبعا خطير جدا. ليه؟ ليه خطير؟ لان ثبت مش النيكوتين المشكله الوحيده في السجاير خالص. الدخان اللي طالع والورق اللي بيتحرق ده والورق الدخان. عشان كده يقول لك انا الدخان ده بيعمل ايه يا دكتور؟ يا سلام، ده سؤال جميل جدا. يقول لك انا هبطل سجاير الحمد لله. بتقابل الناس دول اخد شيشه بقى. اقول له لا خليك اشرب سجاير. اقول له لا خليك اشرب سجاير ارحم. حجر الشيشه يا استاذ محمود ب 80 سيجاره في الدخان. حجر الدخان طبعا. حجر الشيشه ب 80 سيجاره. لا خليك اشرب سجاير، اوعى تنقل النقله اللي الناس مطلعاها دي. يقول لك انا هبطل سجاير بحنقل للشيشه. وبعدين يقول لك البايب ما بيعملش حاجه، طب ما في دخان. والسيجار ما بيعملش حاجه، في دخان. اذا نتكلم عن الدخان بقى شويه. الدخان حضرتك بتستنشقه بيريبليس او بيحل محل الاكسجين. يبقى الخليه الحمراء اللي ما ربنا عاملها عشان تشيل اكسجين مش هتشيل اكسجين، هتشيل اول اكسيد الكربون. سم يعني. اللي هو طالع من السيجاره. سم او السيجار. سم. فانا هبقى عايش بنقص اكسجين. طيب وايه المشكله في كده؟ ملهاش اعراض. ملهاش اعراض. لا هينهج ولا هيكح ولا اي حاجه، ملوش اعراض، نقص الاكسجين. بس على المدى البعيد بيعمل تغيرات في الشرايين يضيع الدنيا. على المدى البعيد. ولذلك دايما اقول للمدخن التدخين العقوبه مؤجله. اقول لك عقوبتك مؤجله بس موجوده، بس محفوظه. يعني تغيراته الحيويه، وصلاته الهوائيه اللي بتحصل من التدخين بدون اعراض خالص. ممكن يحصل التهاب شعب، العين يكح شويه. ده في ناس طلعت في وقت من الاوقات سنه 65 يقول لك سموكرز كف، يعني كحه المدخنين. يعني صحيح. ما فيهاش حاجه. لا ما فيش حاجه اسمها كده خالص. خالص. المدخن بيكح يبقى مريض، عنده مشكله. عنده مشكله من اول التهاب شعب الى السرطان. فما فيش حاجه اسمها